السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا ان شاء الله على prepositions of time او حروف الجر ديال الوقت. كاينين بزاف ديال حروف الجر، ولكن اليوم غادي نهضروا غير على ثلاثه اللي هما at و on و in. غنشوفوا فوقاش كيتستعملوا هادو باللغه العربيه. هي في دائما كنستعملوا في باللغه العربيه، ولكن باللغه الانجليزيه بعض المرات كنستعملوا at، بعض المرات كنستعملوا on، بعض المرات كنستعملوا in. اذا غادي نقربوا نشوفوا الدرس. إذن غنبداو بات. عندنا ات فيكس تايم، كنستعملو ات ملي كيكون وقت محدد سبيسيفيك تايم، أولا كنقول فيكس تايم يعني محدد، واحد الوقت الوقيته اللي محددة، بحال مثلا نقول في 7 في 6 د الصباح، 8 د الليل، في 9 في 10، يعني كيكون واحد الوقت محدد. أولا ملي غنقول مثلا منتصف الليل، منتصف النهار، ولا ات نون، دايما كنقول ات نون، ات ميد داي، ات. إن شاء الله غنعطيكم الأمثلة، دابا غير نشرح القاعدة، ديك الساعة غنعطيكم الأمثلة ديال هادشي. ات ميلز أولا هوليداي، ملي كيكونوا الوجبات أولا العطل كنستعملو at. ملي كيكون ويكاند كنقولو at weekend، ولا ملي كتكون الليل كنقولو at night. هادو الاستعمالات ديال at. بالنسبة لon كتستعمل غير في جوج الحالات، كاينة days وكاينة dates. كاينة days هما الأيام و dates هما التواريخ. بالنسبة لin كتستعمل في بعض الحالات، وتقدر تستعمل حتى أكثر. هنايا in parts of the day، لي بارتي دو جور، يعني الأجزاء اليوم كنقولو في الصباحي في المسائي في الى اخره. عندنا months هما الشهور، وعندنا seasons فصول ديال السنه، years هما السنوات، وهذا المثلث واخا ما كنعرفش نرسم مزيان، المهم المثلث راه هي هذيك كتحدد هاد الكلمات فين كيجيو لها الحروف الجر. at شوف المساحه اللي كتكون يعني محدده ملي كنهضروا على at. on شويه، و in كتكون يعني شاسعه. ان تقدر تهضر نقولوا في المستقبل ان ذا فيوتشر، ولا في السنوات الاخيره، ولا نقولوا في القرن الخامس عشر، يعني كتكون واحد المده طويله، ولا واحد المده طويله بالنسبه لات محدد. بالنسبه لاون كتستعمل غير مع دايز وديتس، يعني غير الايام والتواريخ وهادو. غنحاول نعطيكم الامثله على كل وحده باش تفهموا مزيان، ونعطيكم واحد التمرين في الاخر ديال الفيديو مع التصحيح باش تفهموا هادشي اكثر. إذن بالنسبة لات، ات كتمشي مع ميلز، قلنا ميلز هما الوجبات، ات بريكفاست، ات لانش، ات دينر. ات بريكفاست هو الفطور، ات لانش الغداء، ات دينر العشاء. هوليدايز يعني العطل، بحال مثلا نقولوا ات كريستماس، ات جرين مارش، ات ثانكس جيفين الى اخره. فيكس تايم اللي كيكون واحد الوقت محدد، بحال نقولوا ات 7 اوكلوك، ات 12 اوكلوك، يعني مع 7 مع 12. ميد داي منتصف النهار ولا منتصف اليوم، ات ميد نايت منتصف الليل، at night في الليل، at weekend في نهاية الأسبوع كنقولو at weekend. إذن هادو هما الكلمات اللي كتمشي معهم at. إذن بالنسبة لon كنستعملو في جوج الحالات. on كتستعمل غير مع days يعني الأيام، بحال مثلا on Monday، on Tuesday، on Saturday، on Friday إلى آخره. و dates ملي كيكون dates يعني التواريخ، بغيتي تهضر على شي تاريخ، شي عيد ميلاد، شي حاجة، كنستعملو on. كنقولو on 27th January، أو لا on 21st April، أو لا on 3rd، سوري هنا 3rd March، أو لا on 2nd December. إذا دايما كيعملوه مع التاريخ on. أوكي مزيان. عندنا in كنستعملوها مع parts of the day. parts of the day يعني أجزاء اليوم، كنقولو في الصباحي في المسائي، بحال in the morning في الصباح، in the afternoon بعد الزوال، in the evening في المساء. months يعني الشهور، بحال in March، in December، in July، يعني ملي كيكون عندنا الشهور كنستعملو in. seasons هما الفصول ديال السنة، كنقولو in summer صيف، in winter شتاء، in autumn خريف، in spring الربيع. years هما السنوات، بحال غنقولو in 2015 في 2015، in 2020 في 2020، in 2010 في 2010 الى اخره. يعني in كتستعمل مع السنوات. اذا هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. غندوزو مباشره واحد التمرين في الاخر ديال الفيديو. هنا عندنا can you come on Monday، علاش استعملنا هنايا on حيتاش كاين Monday. رقم 2 استعملنا in حيتاش كاين winter فصل الشتاء. رقم 3 استعملنا on حيتاش كاين هنا لا دات. رقم 4 استعملنا at حيتاش كاين الساعة هنايا half past 8 يعني 8:30. رقم 5 استعملنا months، استعملنا in حيتاش عندنا months. رقم 6 استعملنا at حيتاش كاينة 1 ملي كتكون الساعة، at 1 o'clock at، زائد كاينة lunch يعني الغداء، الغداء. رقم 7 عندنا we have got English on Thursday، Thursday استعملنا on حيتاش كاين اليوم.
رقم 8 استعملنا ان حيتاش كاين السنه، رقم 9 استعملنا ات حيتاش كاينه فيكس تايم يعني مومنت، رقم 10 استعملنا ان حيتاش كاين 10 مينيتس يعني واحد المده ان 10 مينيت، رقم 11 استعملنا ان حيتاش كاين اسبوع يعني طويل ماشي واحد المده فيكسيه، رقم 12 اون استعملنا حيتاش كاين يوم هنا كنقصدوا به اليوم داي اون كريستمس، ماشي قلنا ات كريستمس ولكن كاينه اون كريستمس داي يعني ماشي وقت محدد صغري حيتاش هنا يوم اللي كنقولوا يوم كنستعملوها اون مع الايام. اذا هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه، اذا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا سؤال تحت الفيديو انا غادي نجاوبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.